نعم بالفعل سيناريو الاقتحامات الإسرائيلية لا زال مستمرا في عدد من المدن والقرى والبلدات الفلسطينية شمالية الضفة الغربية على وجه التحديد. منذ ساعات منتصف الليل شن جيش الاحتلال الإسرائيلي اقتحاما واسعا في مدينة قلقيلية، طال عدة أحياء بالمدينة. نفذ خلاله جيش الاحتلال الإسرائيلي حملة مداهمات طالت عددا من المنازل الفلسطينية، تخللها تخريب ممتلكات ومقتنيات المواطنين الفلسطينيين. ولاحقا انسحب جيش الاحتلال الإسرائيلي مع ساعات الفجر الأولى عقب اعتقال شابين فلسطينيين من داخل منزلهما في مدينة قلقيلية. إلى الشرق من المدينة وتحديدا عبر الطريق 55 وهو الرابط بين مدينة قلقيلية ومدن شمال الضفة الغربية بمحاذاة بلدة عزون شرقي المدينة، منذ ساعات الصباح الباكر أغلق جيش الاحتلال الإسرائيلي الطريق لمدة تقريبا 3 ساعات قبل قليل. وللتو على وجه التحديد عمل جيش الاحتلال الإسرائيلي على ما وصفه بإزالة تهديد جسم مشبوه كان قد وضع على الطريق، كانت الخشية أن تكون عبوة ناسفة في كمين معد باتجاه طبعا مركبات المستوطنين التي تعبر هذا الطريق باتجاه مستوطنات شمال الضفة الغربية. وتم الآن السماح للمركبات الفلسطينية بالعبور من هذا الطريق. طبعا يضاف هذا السيناريو بالإغلاقات إلى سيناريو تجديد الحواجز العسكرية في مناطق الضفة الغربية، تحديدا حاجز عورتة إلى الجنوب من مدينة نابلس ودير شرف والمربع غرب وجنوب مدينة نابلس، بالإضافة إلى حاجز عناب وبعض الحواجز الأخرى التي طبعا تمارس العقاب الجماعي ومزيد من تقييد حركة الفلسطينيين وسط تفتيش وتدقيق في هويات المواطنين الفلسطينيين وتنفيذ عمليات اعتقال واعتداء على الفلسطينيين خلال عملية التنقل بين المدن الفلسطينية. عملية مداهمة أخرى تركزت على وجه التحديد في بلدة دوما إلى الجنوب من مدينة نابلس وفق رئيس المجلس القروي فيها، فإن جيش الاحتلال الإسرائيلي اعتقل 4 شبان فلسطينيين عقب مداهمة عشرات المنازل، من بين المعتقلين 3 أشقاء جرى اعتقالهم من داخل منزلهم. تتعرض البلدة وفق رئيس المجلس ومصادر محلية لاقتحامات متكررة من قبل جيش الاحتلال الإسرائيلي، سيما بعد حادثة اختفاء مستوطن والعثور عليه مقتولا واعتقال شاب فلسطيني من داخل بلدة دوما. يزعم جيش الاحتلال الإسرائيلي بأنه هو منفذ ما وصفها بالعملية التي جاءت على أسباب وخلفية قومية ووطنية. بطبيعة الحال هنالك اعتقال لشاب فلسطيني على حاجز الحمراء في الأغوار الفلسطينية وهو من مخيم الفارعة إلى الجنوب من مدينة طوباس. يضاف طبعا هذا إلى سيناريو النشاطات العسكرية والتحركات المستمرة في نطاق ومحيط مدينة جنين، تتركز على الأقل في الأطراف الشمالية والشرقية باتجاه قرى الجلمة فقوعة ودير أبو ضعيف، وبالاتجاه الغربي في محيط حاجز سالم عانين ورمانة وعدد من القرى والبلدات إلى الجنوب من المدينة قرب حاجز موفي دوتان تحديدا بلدتي يعبد وعرابة. يقول نادي الأسير الفلسطيني بأن أعداد المعتقلين منذ 7 أكتوبر مع استمرار حملات الاعتقال والاقتحامات الإسرائيلية بلغت أكثر من 8500 حالة اعتقال في مناطق الضفة الغربية في ظل أوضاع صعبة يعيشها الأسرى الفلسطينيون في سجون الاحتلال الإسرائيلي، وبالتزامن مع حراكات شعبية محدودة في مناطق الضفة الغربية تطالب بخطوات فعالة للحكومة الفلسطينية والرئاسة الفلسطينية في ملف الأسرى ووقف الحرب على قطاع غزة، وتطالب أيضا منظمات الصليب الأحمر بالعمل بالدور الكافي والمطلوب للحصول على معلومات حول أبنائهم المعتقلين داخل سجون الاحتلال الإسرائيلي.